إذا أهلا وسهلا فيكم من جديد. منبلش معاكم فقراتنا لليوم بفقرة التغذية، وكل يوم خميس منكون معاكم بفقرة لقمة خفيفة اللي بتقدم لنا إياها أخصائية التغذية رزان، أو عفوا ربع مشربش، واليوم رح تورجينا كيف رح نعمل قلاية البندورة، الأكلة المفضلة للجميع طبعا باللحمة، ولكن بطريقة صحية وأكيد شهية. خلينا نتابع. صباح الخير، بفقرة لقمة خفيفة لليوم رح نعمل يخنة البندورة مع اللحمة، كمان رح نقدم طريقة لتقديم الخضار للأطفال. أنا اسمي محمود، عمري 4، أنا بحب مقلوبة، جدرة، وبامية، بيتزا، ومنسى. أنا بحب أكتر إشي سندويشة لمن وزعتر. أنا بحب كيك التفاح كثير. عشان نعمل كيك التفاح، قرن فودر وبيض وملح وطحين وتفاح. أنا بحب الجزر والخيار والفلفل والبندورة، تفاح، عنب وبطيخ كلهم. اليوم رح نعمل طبخة كثير لذيذة اللي هي قلاية البندورة باللحمة، وكمان معنا طفل بجنن. كيفك محمود؟ شو أخبارك؟ تمام. انت بتحب اللحمه كثير؟ طيب اليوم راح تساعدني. اوكي، هلا عشان نعمل قلاية البندوره للاطفال كمان ضفنا كميه خضار اكثر فيها. راح نحكي المكونات. راح نحتاج لتقريبا 5 حبات بندوره مقطعه ناعم، حبه بصل مفرومه ناعم، حبه فلفل اخضر مفرومه ناعم، 1/2 كيلو لحمه مفرومه ناعم بدون دهون عجل، معلقه كبيره من رب البندوره، بهار لحمه، وعندنا فلفل وملح، شوية قرفة، وكمان رح نستخدم شوية زيت زيتون. هاي هي المكونات. رح نبدأ أنا وياك محمود. أوكي؟ يلا. أوكي، أول إشي بدنا نعمل، بدنا نقلي البصلة. أول إشي رح نحط شوية زيت بالطنجرة، معلقة صغيرة، نقلي البصل جوا الطنجرة. هاي، شو رأيك؟ يلا، أنا بساعدك. شكرا. يلا عشان تحطي لي هلا باقي الاشياء نقلبها شوي، بعدين بنحط عليها اللحمه. اللحمه تساعدني امسكها. يلا هلا بنخليها لتستوي عشان نحط عليها البهارات. هلا بعد ما استوت اللحمه بدنا نحط عليها ايش يا محمود؟ بدنا نحط الفلفل الاخضر، بنقلبه شوي، بعدين بنحط البندوره، فرمنا كميه منيحه، وبعدها رب البندوره وبنخليها لتستوي، ممكن نحط شويه مي بالاخر. تمام؟ يلا حطي لي الفلفل. تفضل حطه كله هيك بالصحن. يلا برافو عليك. هيك بتكون خلصت.
طبعا عادة في ناس ممكن ياكلوها مع خبز، بس للأطفال بحبوها مع رز، هيك بكون عندنا وجبة متكاملة، خاصة انه فيها خضروات، والبندورة المطبوخة فيها مادة اللايكوبين مفيدة جدا من المواد المضادة للأكسدة، ومنقدمها مع الأرز المطبوخ. وهلا محمود بده يدوق عشان يقولنا اذا زاكيه. اكيد زاكيه صح، لانه انت عملتها. اوكي يلا احط لك. بدك صحن الايش قلت لي، ازرق ولا اخضر؟ عادي. اوكي كيف كويسه زاكيه؟ أديه كثير صحته. وهلا رح نورجيكم طريقة لتقديم الخضار للأطفال عشان نحببهم فيها. لعمل صلصة التغميس للخضار نحتاج للمكونات التالية: جبنة كريمية، لبنة، لبن، ثوم مطحون، القليل من الملح، بقدونس مفروم. كمان نحتاج لخضار منوعة زي فلفل حلو، خيار وجزر. أول إشي بنعمله بدنا نحضر حبة الفلفل. منزيل الجزء العلوي من الحبة ومنفرغها من البذور. عشان نعمل صلصة التغميس منحط أول إشي الجبنة، بعدين اللبنة واللبن، الملح والثوم وشوية بقدونس مفروم، ومنحركهم منيح. ومنحط صلصة التغميس جوا حبة الفلفل ومنزينها بشوية بقدونس مفروم، ومنقدمها مع خضار متنوعة. وهيك بتكون صلصة التغميس جاهزة للأطفال. كثير بيجينا استفسارات عن موضوع السمك للأطفال، إمتى بنقدر نطعم الأطفال سمك، على أي شهر بالضبط، وكيف لازم نقدمه؟ هذا السؤال كثير مهم، لأنه السمك من العناصر الغذائية المفيدة جداً، بيحتوي على اليود، بيحتوي على الأوميغا 3 بالإضافة للبروتين الكامل، فكثير مهم إنه ندخله للأطفال ونقدمه بعدة طرق. يفضل إنه نقدمه للأطفال بعد عمر 9 أشهر أو على 9 أشهر ممكن ندخل السمك للأطفال، ولكن لازم يكون مطبوخ بشكل كامل. وننوع بأنواع السمك، ممكن سمك الفيليه، مش غلط حتى بنقدر نقدم لهم سمك السلمون لأنه غني جدا بفيتامين دي اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم، بس دائما نتأكد إنه هذا السمك مطبوخ بشكل كامل عشان نمنع الإصابة بالتسمم الغذائي. بهيك بحلقة اليوم كون قدمنا أفكار مختلفة، منها صلصة التغميس الصحية اللي ممكن دائما نقدمها مع الخضار المختلفة، كمان حضرنا يخنة البندورة مع اللحم اللي بنقدر نقدمها مع الأرز، ومنلاقيكم بحلقة جديدة من فقرات لأمي خفيفة.